هنا غرب مدينة بعقوبة يسكن ما يقرب من 40 عائلة تحت مسمى الغجر، لا يسمح للدخول إلى هذه القرية إلا برفقة القوات الأمنية. أبو نور يزج ابنته في الشوارع للتسول لتوفير لقمة العيش، لأن فرص العمل معدومة للشباب الغجريين. عندي أربع جهال هالقدوتة، عندي بنتي صغيرة تروح تشحد تنطيني، أروح هنا أنا بالهاي يقولوا لي لا ما يصير، أنت غجري، انت ايش ما عندي يعني وش اسوي؟ ارجع على حد راسي وانا لا يعني حتى شغل، يقولوا لي انت غجر ما شغلك. تواجه هذه العائلات مواقف عنصريه ونبذا مجتمعيا، مما يحرم اطفالها من الدراسه او الشباب من الالتحاق بمؤسسات الدوله او القطاع الخاص، لتكون هذه العائلات معزوله عن المجتمع الخارجي رغم امتلاكهم الجنسية العراقية. أتمنى قلت تعال اشتغل، أتمنى اشتغل، قلت أنتم ناس كاولية ما نشغلكم ليش؟ احنا مو عراقي، أتمنى من الله يشتغل، وأتمنى أدرس، أتمنى أصير بالجيش. حاشتغل لك لنسبة طابة وأرجع وأجي أساعد أبويا ما عنده، وهاي حالتنا وإحنا ثلاث بنات عايشين. الشرطة المجتمعية ومن خلال ندوات وجولات تثقيفية تسهم في دمج هذه العوائل الغجرية بالمجتمع من خلال توضيح حقوقها بالسكن والتعامل الحسن بعيدا عن العنصرية. على مساعدة وأيضا تثقيف وتوعية المجتمع يعني بالاهتمام بهذه الشريحة وأيضا عدد دمجها بالمجتمع، وأيضا يعني تغيير العادات التي يعني قد تسول كثير من العادات السلبية اللي موجودة. وتستمر الدعوات لنبذ التفرقة بين أبناء المجتمع خصوصا عوائل الأقليات والغجارة في اليوم العالمي لنبذ العنصرية. وتبحث هذه العوائل عن مساواة بالحقوق والاندماج المجتمعي الذي فقدوه منذ ولادتهم في ديالى بعيدا عن التفريق العنصري. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.